أهلا بكم. يقول المراقبون إن نية التغيير الحقيقي ليست موجودة في العراق، لأن الآليات المستخدمة في ذلك هي نفسها التي أتت بالقانون القديم والساري حتى الآن، وأن إجراء بعض التغييرات هنا وهناك ليست من أجل التغيير الجدي والحقيقي، وهذه المظاهر الشكلية من التغيير ليست لإيجاد حالة سياسية جديدة في العراق بقدر ما هي محاولة واضحة للحفاظ على النظام القائم وامتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة وإدارة الأزمة الراهنة لإعادة إحكام قبضة النظام السياسي الحالي على المجتمع، كما يعيد إنتاج وسائل الحفاظ على النظام وعناصره وأسسه. فقوى النظام السياسي تضغط بكل الوسائل للحفاظ على استمراريته وديمومته ورفض أي مناقشة تستهدف أساسا، وما تجري من تحركات داخلية للقوى السياسية والخارجية هي مجرد محاولات لكسب الوقت بغية الالتفاف على مطالب الشارع العراقي في إنهاء العملية السياسية وقواها الطائفية الفاسدة. محاولات القوى السياسية والقوى الإقليمية والدولية الحفاظ على العملية السياسية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل يمكن للتوازن السياسي أن يعيد الحياة إلى العملية السياسية التي صدعتها ثورة تشرين والمقاطعة الشعبية الأخيرة؟ وما هي فرص نجاح القوى السياسية والقوى الإقليمية والدولية في الحفاظ على هذه العملية لمزيد من الوقت؟ ألم تبرهن ثورة تشرين والمقاطعة الشعبية الأخيرة للانتخابات صدقية مقولة انعدام الثقة الشعبية الكاملة بهذا النظام السياسي الفاسد؟ ثم ألا يدل هذا التخبط الكبير لقوى العملية السياسية وميليشياتها أن هذه العملية وصلت إلى طريق مسدود ولا أفق سياسيا لها؟ ألا يشكل إنعاش المحاصصة الطائفية والحزبية لهذا النظام نوعا من الوقود المجاني لموجة جديدة عارمة من ثورة تشرين؟ ضيف طاولة: رافع الفلاحي، نوري حمدان، ثامر العلواني. طريق العملية السياسية المنطلق من قاعدة عريضة بنيت على وهم الديمقراطية بدأ يضيق على الأحزاب والكتل، فبدأت تتخبط وتتنازع بعد كل انتخابات، إلى أن وصلت إلى نقطة ربما تكون الأخيرة بعد انتخابات عام 2021، حيث شهدت تداعياتها صراعاً هو الأول من نوعه على مستوى استخدام السلاح وارتفاع سقف التهديدات. مهاجمة الميليشيات للمنطقة الخضراء ومحاولة اغتيال الكاظم بطائرة مسيرة دفع إيران إلى الهرولة لإعادة الأحزاب المتصارعة إلى المظلة الجامعة، لكن الوقائع تشير إلى أن المهمة الإيرانية ليست بهذه السهولة كما كانت عليه من قبل في الانتخابات السابقة. ظهور عدة مستجدات عقد المسألة: تأزم الواقع الإقليمي والصراع الأمريكي الإيراني من الناحية الخارجية، ومن الناحية الداخلية ثورة تشرين التي يعود لها الفضل في بلورة الوعي الشعبي وتعرية الوجه الحقيقي للميليشيات. هذه المعطيات هي من عقدت مسألة احتواء الأزمة السياسية ودقت ناقوس الخطر لدى مهندسيها. زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يدرك أن انهيار العملية السياسية سيغرق الجميع ويقضي على مصالحهم الحزبية، لذلك سارع إلى طرح مبادرة تحفظ للتيار الصدري امتياز الصدارة وبنفس الوقت لا تؤثر على مصالح كتل الإطار التنسيقي. ورغم ذلك فالمؤشرات تبين أن الأزمة تفاقمت وصارت أكبر من أن تحتويها مبادرة الحكيم. التحاكم إلى السلاح في نهاية الأمر هو الطريقة الوحيدة والمنطقية للأحزاب التي تفتقر للحس الوطني ولم تتربى على مبادئ حب العراق والعمل لحاضره ومستقبله. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في محاولات القوى السياسية والقوى الإقليمية والدولية الحفاظ على العملية السياسية بعدما تعرضت من ضربات بفعل ثورة تشرين والمقاطعة الشعبية الكبيرة التي اقتربت من عتبة التسعين
بالمئة ممن يحق لهم التصويت. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا أستاذ الإعلام والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان وعبر سكايب طبعا، والدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع كالعادة. دكتور، ثم التحركات ونشاط محموم للقوى السياسية والميليشيات في داخل العراق، وأيضا هناك تحركات حتى من خارج العراق دولية وإقليمية، لقاء بلاسخارت بالخزعة لتأييد من مجلس الأمن الدولي للانتخابات والإشادة بنزاهته، وهذه التحركات يعني هناك من يؤكد أنها تأتي للحفاظ على العملية السياسية بعد التصدع الكبير الذي تعرضت له. هل ثمة أخطار جدية تهدد هذه العملية السياسية تستدعي كل هذه التحركات وهذا النشاط داخليا وخارجيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. فعلا التحركات كلها خارجيا وداخليا هي تستهدف حماية العملية السياسية، لأن الكل يعتقد القوى التي أسست للعملية السياسية من البداية والقوى التي عملت فيها وحمتها طوال هذه الفترة واستفادت منها ترى أنه العملية السياسية الآن في خطر كبير. بعد ثورة تشرين الحقيقة وصلت العملية السياسية إلى مفترق طرق، واضح كانت تترنح، كانت جثة هامدة الحقيقة. فالمحاولات جرت من تلك الأيام، من محاولة الميليشيات قتل المتظاهرين، إنهاء التظاهرات في الساحات، قمع ثورة تشرين بكل وسيلة، وبدليل أنه قتلوا أكثر من 1000 شاب من الشباب الحلوين العراقيين، وجرحوا أكثر من 30,000، وما زالت يعني عمليات الاعتقال وعمليات الاغتيال سارية وماشية من ذلك الوقت لحد الآن. كل هذه القضية وصلتهم إلى أنه نذهب إلى انتخابات مسمية بالانتخابات المبكرة، وتحدثوا عن قانون الانتخابات جديد وهذا الكلام، وديمقراطية ونزاهة وحرية واستقلال، وشاركوا بالانتخابات والكل يدعو إلى المشاركة بالانتخابات، وكأنه إلى المشاركة بالانتخابات ستنهي العملية السياسية أو ستغير قواعد العملية السياسية أو ستغير الوضع في العراق، وهذه كذبة كبيرة. العملية السياسية مؤسسة كإطار تحاصصي من البداية، من تأسيس مجلس الحكم أسس بريمر لحد هذه اللحظة هو هذا النموذج السائد في العراق، محاصصات طائفية وإثنية بتقسيمات وبنسب محددة للجميع، شيعة وسنة وكراد وتركمان، وهذا المقاعد اللي موزعة بهذه الطريقة. وبالتالي تذهب الانتخابات، مثل تذهب الانتخابات هذه التوزيعات تمضي. الحقيقة عندما جرت هذه الانتخابات وقالوا أنه ثوار تشرين هم الذين طالبوا بها كانت كذبة كبيرة، لأن ثوار تشرين نعم طالبوا بانتخابات مبكرة لكن بشروط لم تتحقق. طالبوا بتقديم القتلة إلى القضاء، طالبوا بعدم اشتراك كل القوى السياسية التي دمرت العراق منذ عام 2003 لحد الآن بهذه العملية، محاسبة الفاسدين، إخراج الفاسدين، كل هذه الأمور لم تتحقق. وبالتالي طالبوا بقانون الأحزاب واضح، ويسأل هذه الأحزاب من أين لك هذا وكيف أسس هذا الحزب وطبيعة الأحزاب وفكرها، هذا كله لم يحصل. جاءوا بقانون الانتخابات، وبغض النظر عن قانون الانتخابات هذا جرى الحديث بعد ظهور النتائج وبعد المقاطعة الكبيرة من الشعب، هو قرار واعي جدا، أكثر من 85% قاطعوا الانتخابات هذه. واضح كان أن هناك صراع مؤجل أو صراع يعني يختمر أو صراع يهيئ له بين من اشتركوا وبين من رفضوا الاشتراك، بين من قبلوا بالعملية السياسية وبين من رفضوا ووقفوا ضد العملية السياسية وضد كل هذا الوضوح. القوى الخارجية والقوى الداخلية حاولت التزييف وتحاول التزييف لحد الآن بالقول أنه من انتخبوا هذه قوى جديدة، قوى أكو مستقلة، قوى شابة دخلت، وهذه كذبة كبيرة. لأنه بالتحليل يعني بالأرقام، عندما تأتي إلى الأرقام كم عدد هؤلاء الذين بغض النظر، يعني بغض النظر عن رأينا بهم، هم مستقلين أم غير مستقلين، هم تابعين لهذا الحزب أم ذاك الحزب، بغض النظر لنتحدث كونهم مستقلين، لكن عندما تتحدث عن كونهم مستقلين كم عددهم بالبرلمان هذا الذي يشكل،
332 ايش قلت؟ نعم تقريبا 300 واكثر من 300 مقعد. فبالتالي انت عدد قليل لا يتجاوز 12 او 13%، والباقي نفس القوى، نفس الحرس القديم، نفس القوى التي اسست العمليه السياسيه، نفس احزابها ونفس قواها ونفس ميليشياتها. وبالتالي هذه القوى مع وجود هذه القوى المستقله لا تستطيع، هذه القوى المستقله حتى مع تحفظاتنا على هذا القول. دكتور، من يسمع قد يرد عليك ويقول لك أن عملية الإصلاح والتقويم تأتي متدرجة ومرحلية ولا يمكن، نعم، أن تأتي مرة واحدة. نعم، باختصار جاوبني عليها. طيب، حتى لو كانت متدرجة أنت يجب أن تحرز بعض التقدم، نسبة معينة لا تستطيع. هذه القوة تملك السلاح وتملك المال وتملك الممارسة الدائمة في هذه وتملك الكراسي في هذا الصراع لصالح المستقلين أو الحزبيين ذول المنتمين للعملية السياسية. لا يمكن لأعضاء هذه القوى التي اشتركت بالعملية السياسية من عام 2003 لحد الآن أن يتنازلوا عن كراسيهم لصالح المستقلين، مستحيل هذه القضية، لأنه يخسرون كل شيء. هم مستقتلين من أجل العملية السياسية لأن فيها فائدتهم، فيها وجودهم، فيها حكمهم، فيها كل هذا الذي صار. ولذلك هناك دكتور دعوات لإعادة الاعتبار أو التوازن إلى العملية السياسية. خلينا أستأذن منك ونكمل النقاش في هذه النقاط وغيرها بعد أن نرحب بضيفنا دكتور نوري حمدان. دكتور نوري، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي جمهورك الكريم. أهلا وسهلا دكتور. بعد الانتخابات الأخيرة، بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، صرنا نسمع من القوى السياسية أو بعض القوى السياسية عن ما يسمى إعادة التوازن إلى العملية السياسية، التوافق، بعد أن كانت مصطلحات أو جمل إصلاح العملية السياسية، تقويم العملية السياسية، إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح. ما الذي يعني إعادة التوازن للعملية السياسية؟ والسؤال الحقيقة الأهم، هل كانت هذه العملية السياسية متوازنة وراشدة على الأقل لناحية العراق والمجتمع والرأي العام في العراق؟ السؤال. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة وعلى هذا السؤال تحديدا. أهلا وسهلا أستاذ ماجد. حقيقة القوى السياسية من 2003 لحد اليوم في كل مشكلة يدخلون البلد بيها بسبب عدم قدرتهم على إدارة البلد، يحاولون يخرجون بمسميات ويحاولون يخرجون بمصطلحات جديدة هم يقدرون بأنها ستنقذ ما تم تخريبه من قبلهم. هاي المشكله الحقيقيه. بدايه اريد ان اثبت نقاط، بعض النقاط اذا تسمح لي. تفضل. اولا مع الاسف الشديد الجهد الدولي، تعاون الامم المتحده بمنظمتها اليونامي اللي تشتغل بالعراق، هي للاسف تسعى باستمرار لانقاذ القوى السياسيه في واستمرارهم في العملية السياسية التي هم بنوها على أساس محاصصة طائفية وأثنية. كل المخارج التي يحاولون الخروج من عدها باتجاه الجمهور اللي رافض لأدائهم ورافض لسياستهم، هم يحاولون يخلقون بعض المسميات الجديدة، آخرها ما يدعون به بالتوازن. التوازن السياسي دقيقة، لكن أيضا البعثة الدولية في العراق وممثلتها أو رئيستها بلاس خارت، الميليشيات التي خسرت في الانتخابات تتهمها بالتزوير والتواطؤ على عملية التزوير وفقدانها هذا العدد الكبير من المقاعد التي كانت بحوزتها في انتخابات 2018. طبعا هسه احنا اتهامهم للممثله الامم المتحده، هاي هم يتحملون مسؤوليته، لانه هسه هم خسارتهم هي خساره حقيقيه، خساره مزيفه، خساره ايضا هاي بيها تحليل بيها تقدير. لا اقصد انا دكتور، اقصد المداخله من ان الجهد الدولي يدعم هذه العمليه السياسيه وقواها بالمطلق وكأنه على صك من بياض، بينما أيضا الخاسرون يقولون أنتم للبعثة الدولية أن هناك مؤامرة دولية علينا. هذا اللي أريد أوصل له أستاذ ماجد، هو شنو توازن؟ فكرة التوازن، نعم،
حتى يصالحون اللي هم يعتبرون يعني الخاسرين في انتخاباتهم. انت تعرف يعني احنا دائما نقول الخسارة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات، لأنه الانتخابات هذه المرة تختلف عن الانتخابات السابقة. هذه المرة انتخابات ما بين الشعب والقوى السياسية، الشعب الرافض لهذه القوى السياسية الذي لم يشارك في الانتخابات وأعلن مقاطعته وتجاوز عدد عدم المشاركة 85%. بالتالي هذا هو الفوز، مو الفوز اللي هم حصلوا بأعداد مقاعد بالبرلمان. هم كلهم خاسرين أمام الشعب، هذه الحقيقة. التوازن بهذا المعنى اليوم هم يريدون الخروج من أزمة، وهي المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية. كيف ممكن يخرجون من عند هذه الأزمة؟ كيف ممكن يقنعون الناس بأنهم يعملون على الإصلاح ويعملون على يعني شيء جديد في العملية السياسية؟ ذهبوا باتجاه التوازن. طيب كيف ممكن راح يعملون على التوازن؟ والتوازن مع من؟ مع من التوازن؟ هي نفس هذه القوى السياسية التي دارت البلاد من 2003 لحد اليوم، واللي هذا نشوف احنا معيشة الناس شلون تكون. هم نفسهم وراح يتوازنون ويا نفسهم. يعني شنو الجديد بالموضوع؟ تعرف شلون استاذ ماجد؟ التوازن انت لما تمنح الحقيقي، لما تمنح الشعب حرية الأداء، حرية الاختيار في الانتخابات وفي رأيه. اليوم احنا عدة عوامل مقيدة للمواطن بطريقة التفكير. سنتحدث أيضا عن تداعيات إنعاش المحاصصة الطائفية وما يسمى بالتوازن، يعني في العراق شعبيا أقصد، وهناك من يتحدث ربما عن يعني أفق لثورة تشرين بنسخة جديدة. أشكرك. نرحب بضيفنا من عمان دكتور ثامر العلواني. دكتور مرحبا بك معنا. حياكم الله أخي الكريم ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا. دكتور، القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية ومنها هيئة علماء المسلمين، كيف تنظر لهذا النشاط المحموم في الداخل من القوى السياسية والميليشيات وأيضا الإقليم والدولي لدعم العملية السياسية، إنعاش العملية السياسية؟ هل تعتقد أن هذا التحرك داخليا وخارجيا سيعطيها قبلة حياة وإنعاش والوقوف على قدميها من جديد؟ حقيقة لا جديد في العملية السياسية، ولا يمكن تصور نجاحها بعد تكرار التجربة 8 مرات تقريبا. وقديما قالوا إن من الغباء والجنون تكرار التجربة نفسها وبنفس الأسلوب والأساليب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. النظام السياسي في العراق فرضه المحتل الأمريكي ورسخه الاحتلال الإيراني وبدعم دولي، لأن الغاية كانت من هذا النظام هو استمراره في تدمير العراق وتمزيق الأواصر المجتمعية وإنهاء العراق بشكل كامل، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير جدا من خلال أنهم استخدموا الأدوات الموجودة حاليا من الأحزاب والميليشيات والحكومات، وهذا ما تسعى إليه إيران وأمريكا وبعض الدول الأخرى. النظام السياسي في العراق مات سريريا، وكل ما يجري الآن من صراع وفرض إرادات هو من أجل الاستمرار في هذه العملية عن طريق الصدمة والترويع. أصبح الشعب العراقي يرفض هذه العملية السياسية جملة وتفصيلا، ولذلك قاطعها بشكل كبير جدا بنسبة وصلت ما يقارب 90%. ولولا الإغال بالقتل والانتهاك المستمر وارتكاب جرائم حرب بحق العراقيين وبحق المتظاهرين وبحق كل من يرفض هذا النظام ويجاهر علنا بالمطالبة بإلغائه، لما استمر هذا النظام إلى هذه الحالة. العملية السياسية ثبت فشلها، ولأنها اعتمدت على النظام المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، وأنها أتت لتستمر ولتكون أداة بيد المحتل الإيراني والأمريكي. فلذلك لا يمكن لهذه العملية أن تستمر في الحياة، لأن أولاً الشعب العراقي يرفضها، ولأن أسسها هي أصلاً غير حقيقية وغير صحيحة، فلا بد أن تنهار.
بمجرد ما تأتي الفرصة للشعب العراقي لكي ينقض عليها وينهيها جملة وتفصيلا. نعم. دكتور رافع، يعني هل كان إجراء الانتخابات وهذا الصرف الكبير والتحشيد المالي والسياسي والفتاوى الدينية هو لإعادة العملية السياسية أو إعادة التوازن إلى العملية السياسية؟ هل من اهتمامات الرأي في العام في العراق أن تكون العملية السياسية متوازنة راشدة مضطربة أم أنها في دوامة؟ هذا من اهتمامات الآن على الأقل الآن بعد هذه التجربة يهتم ويبشر أن العملية السياسية سيعاد لها التوازن؟ الحقيقة أستاذ ماجد أن هناك رؤية قاصرة لما يجري في العراق عند القوى التي تحكم العراق أيضا. نعم. يعني الأساسية هي التي في العملية السياسية لديها رؤية قاصرة لما يمكن أن يحصل في العراق، بدليل أن هناك قوى، أنت كأنك تسألني يعني بالتالي هذه العملية السياسية انتهت، جرت الانتخابات، هل تحققت النتائج المرجوة لهذا الطرف وهذا الطرف وانتهى الموضوع أم لا، أم لا زالت؟ يعني هل أن التوازن هذا اللي تتحدث عنه هو الغاية التي تحددها العملية السياسية والشعب سيرضى بهذه القضية؟ ما هي الفكرة بهذه الطريقة؟ ما أحد القوى بشرنا، قال التوازن سيعاد التوازن العملية السياسية، وإذا ما عيد التوازن بالشكل الذي يريدونه بين نفس قوى العملية السياسية هل سيقنع الشعب؟ من البداية يعني طبعا ثورة تشرين لم تأتي من فراغ، لم تنزل كما يقال في باراشوت. نعم. ثورة تشرين جاءت عبر معاناة كبيرة، بعد تظاهرات كبيرة سبقتها، انتفاضات كثيرة سبقتها وصولا إلى ثورة تشرين. ثورة تشرين كانت فيصل الحقيقة في كل الذي جرى في العراق، وأعطت رسالة واضحة للجميع أن هناك صراع، الآن صراع بدأ بين الشعب، بين قوى رافضة للعملية السياسية وقوى العملية السياسية. قوى العملية السياسية من البداية هي قوى مملوكة، لا تملك إرادتها، إرادتها مرهونة أجيرة للخارج، لديها أيادي ملوثة بالدم والمال، عقول خاوية، رؤية قاصرة، فبالتالي وفي إطار محدد من البداية لتدمير العراق، لإيصال العراق إلى قاع الهاوية. الشعب وصل إلى هذه القضية، قاطعهم بال 2018 بانتخابات 2018، لم ينتبهوا للرسالة، ورسالة واضحة وجاءت ثورة تشرين بعدها. الآن قاطعهم بنسبة أعلى. الآن السؤال، من يحدد نتائج هذه الانتخابات؟ هل القوى التي شاركت بالانتخابات أم القوى التي رفضت الانتخابات، رفضت المشاركة؟ هنا السؤال المهم، من الذي سيحدد؟ لأنه توازن ما أعرف شنو، هذا ليس النتيجة، يعني هذا ليس النتيجة، وبالتالي يركن إليها الشعب ويقبل بها، والعملية السياسية تعتبر نفسها قد نجحت ومضت في طريقها لأنه أحدثت هذا التوازن اللي تحدث عنه أنت. لا، هو أكو صراع، من يحدد نتيجة هذا الصراع؟ والانتخابات جزء من عنده، من سيحدد؟ دكتور، أن قوى السياسية الحقيقة كانت مهووسة بقضية الأغلبية والأقلية. نعم. انتهت هذه، لا ما أقصد الآن في قضية من يحدد نتائج الانتخابات، الأغلبية المقاطعة أو الأقلية التي شاركت؟ هو هذا السؤال الآن. نعم. الأغلبية التي قاطعت الآن موجودة في ضفة 90% تقريبا، 90% والذين شاركوا، بالتالي الذين شاركوا هؤلاء شاركوا بالانتخابات ودعموا الانتخابات وكانوا قوى، وأنا وصفتها لهذه القوى والكل يعرفها، فاسدين وملوثة أيديهم بالدماء والمال وعقول خاوية وإرادتهم مرهونة للخارج، والشعب يعرف بهذه القضية، يعرفها. فبالتالي طوال هذه السنوات كان الشعب يغلي وتزداد النقمة ويزداد اليأس ويزداد يعني القرف من هذه العملية السياسية، يريد أن يتخلص منها بأي طريقة. وبالمقابل هؤلاء يتمسكون بالعملية السياسية وبكراسيها وبمناصبها لأنه مكاسبهم بها. الصراع هنا، من سيحدد النتيجة بالتالي وراء هذه الانتخابات؟ هل هذه الفئة الكبيرة التي قاطعت أم الفئة هذه الصغيرة التي تدعم العملية السياسية؟ وهذا السؤال راح نأجله بعد الفاصل عن قضية فرص نجاح قوى العملية السياسية في إدامة والاستمرار بالعملية السياسية وإنعاشها. نتوقف عند هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، بعد أن نستأذن منكم ومن ضيوف طاولة حوار لهذه الليلة، لنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود ونكمل النقاش مع الضيوف الكرام، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في محاولات قوى العملية السياسية والقوى الخارجية الحفاظ واستمرارية العملية السياسية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور نوري حمدان والدكتور ثامر العلواني. دكتور، استكمال النقطة اللي بدأت بها قبل الفاصل، تفضل. نحن لدينا، أستاذ ماجد أشكرك جدا، نحن لدينا قوى كان يزداد إحباطها، قوى شعبية. قوى شعبية نعم، يزداد إحباطها من عام 2003 لحد الآن، يزداد ويتعمق وبناء تراكم من الإحباط، وصولا إلى ثورة تشرين وما بعدها، والإحباط يكبر. هذه القوى في العملية السياسية لا تنظر إلى هذا الإحباط، تعتقد أنه بإمكان أن تلغي هذا الإحباط وتحكم الشعب بالقوة والنار وبأي طريقة، أو باللعب أو بالحديث عن التوازن، وبالتالي يقتنع الشعب وينتهي هذا الإحباط. هذا الإحباط لا ينتهي، لأنه هذا الإحباط حتى تنهي هذا الإحباط يحتاج إلى منتج، يحتاج إلى أثر على الأرض، يحتاج إلى ولا أفق لأن يتحقق أبدا نهائيا، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى تعليم وتربية وكذا، ومجتمع وازدهار ووظائف وحياة أخرى وعدالة ومساك بالقتلة والفاسدين والخراء، كل هذا وبناء العراق والسيادة والاستقلال لا يمكن أن يتحقق. نعم. فبالتالي الإحباط يزداد، والقوى هذه بعقلها الكسيح، باختصار بإرادتها المرهونة للآخرين، وبفسادها وخرابها ودفاعها عن كراسيها، لا تنظر إلى هذا الوضع. فهذا الإحباط يزداد، وهذا الذل والسوء يزداد أيضا. الصدام لابد أن يحصل قادم. نعم. أشكرك دكتور نوري حمدان. بعد هذه التجربة المريرة من 2003 إلى اليوم، وبعد ثورة تشرين والثورة التي أيضا قبلها، وبعد المقاطعة الشعبية التي تقترب أو اقتربت من عتبة 90% ممن يحق لهم التصويت، هل تعتقد أن ثمت فرصة لنجاح القوى السياسية والقوى الدولية في استمرار أو بعث الحياة للعملية السياسية بعد كل هذا الجرى، على الأقل في المدى يعني المنظور، هل ستنجح؟ نعم أستاذ ماجد، الحقيقة يعني الشيء المستغرب أنه يعني المجتمع الدولي يعول على أنه نجاح هذه العملية السياسية. يفترض أنه المجتمع الدولي لديه عقول أدرك وأوسع من العقول التي مهيمنة على السلطة اليوم داخل العراق. يعني هسه نحن كل الرؤية الأحادية للوضع في العراق، لو العملية السياسية لو الموات الكبير من قبل المجتمع الدولي، لماذا؟ شنو مردها؟ الحقيقة أنه إرادة المجتمع الدولي أيضا مقيدة، يعني مو مطلقة. نعم. حقيقة يعني إحنا نعرف جيدا يعني الجانب الأمريكي. نعم. له دور كبير عفوا في هذا الملف. نعم. وهو المتحكم بهذه القضية، وهو دولة محتلة بالنسبة للعراق. يعني حتى اليوم يتحدثون عن انسحاب، يتحدثون عن بقاء، هم ما زالوا يعني محتلين للعراق. يعني احنا نكذب على نفسنا اذا نقول لا احنا بلد كامل السيادة، لا، احنا حقيقة علينا ان نعترف بانه ما زال بلدنا محتل من قبل القوى الامريكية، وكذلك يتأثر بالقرار السياسي من قبل الهيمنة الايرانية على ونفوذها من خلال القوى السياسية المتحكمة في داخل العراق. نعم. يعني في العملية السياسية، فاحنا بلد يعني سيادته منقسمة ما بين دولتين، دولة جارة ودولة عبرت المحيطات وجاءت لتحمي مصالحها في المنطقة. وهذا الاستمرار بهشاشة الوضع في العراق إذا كان سياسيا أو اقتصاديا هو يصب في مصالح هذه الدول، بالتالي العملية السياسية هم ما يردون يعني عقل دولي أو إرادة دولية تكون يعني تنظر إلى 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 الشعب بشكل عام. لا، الجانب الحقيقي هو هاي العملية السياسية شلون ننجحها، شلون تستمر من 2018 لحد اليوم. العملية السياسية تفشل وهم يدفعون باتجاه نجاحها، والشعب رافضها ومصر على افشالها. وهذه نقطة مهمة اشكرك اوصلتنا لها، نسأل عنها دكتور ثامر العلواني. دكتور، الى اي حد تعتقد القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية
أن العملية السياسية وقواها وميليشياتها، يعني هذا التخبط الذي تعانيه أوصلها أو قربها كثيرا من طريقها المسدود، وبالتالي فقد عدمت أي أفق سياسي للبقاء حتى وإن بقت فنيا موجودة الآن هي في العراق. القوى المناهضة للعملية السياسية مقتنعة بهذا الأمر، ومنذ سنين طويلة صرحت بأنه لا أمل من هذه العملية السياسية. هناك محاولات لإيجاد حلول لأزمة الانتخابات الحالية، بمعنى أنه حتى الأحزاب والميليشيات الآن الموجودة في العملية السياسية والتي تتسلط على الشعب العراقي منذ 18 سنة اقتنعت تماماً بأن الانتخابات المفروض أنها في طبيعتها تكون حل لكل مشكلة، مشكلة سياسية، ولكن الآن الميليشيات والأحزاب مقتنعة تماماً أن الانتخابات التي جرت أصبحت أزمة، نتائجها أزمة أخرى، ومن خلال الصراع الموجود الحالي بين هذه القوى والتهديد بالسلاح والقوة وفرض الأمر عن طريق القوة، كلها دلائل واضحة على أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود من وجهة نظر المشتركون فيها ومن وجهة نظر داعموها أيضا، وهذا باعتراف حتى رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بأن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود وأنه لا بد من عقد جديد. فإذا عملية سياسية لم تخرج إلا التخلف والدمار للعراق، لم تترك إلا ما هو سيء في نفوس العراقيين بسبب المعاناة المستمرة للشعب العراقي الذي يهرب بقوارب الموت للخلاص من الجحيم الذي يعيشه في العراق. التهديدات الآن أصبحت بين جناحي إيران في العراق، أصبح ظاهرة بشكل فج، أصبحت مكشوفة للعراقيين جميعا وللعالم أجمع. ولكن أريد أن ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي أنه رأينا التصريحات سواء لمقتدى الصدر سواء للعصائب سواء لحزب الله في العراق بأنهم يهددون باستخدام السلاح والقوة لفرض الإرادات والرغبات لكل جناح مسلح، ولكن رأينا اعتراف يبدو أن نواجه مشكلة صريح منهم من قبل هذه الميليشيات غائبة تماما عن المشهد، نفس المشكلة. إذا وقضية الحشد الشعبي وفصائله، تفضل دكتور تفضل واصل، هي كذبة لأنهم يعترفون أنها لا تخضع لأوامر رئيس الحكومة، فكيف يمكن أن نفسر تصريحات مقتدى الصدر أنه يجمد فصيل من الميليشيات، وكيف يمكن أن نفسر فصيل ميليشياوي آخر من حزب الله كيف يجمد بعيد عن رئيس الحكومة وقرار رئيس الحكومة الحالي؟ إذن كل ذلك يؤيد أن ما يحكم في العراق وما يوجد في العراق هي ليست حكومة حقيقية وأحزاب، وإنما عصابات مسلحة وميليشيات تتحكم بالعراق. أما المظاهر الموجودة حكومات ومؤسسات ووزارات وبرلمان فهي عبارة عن شكليات يتغطى تحتها حكم الميليشيات والعصابات المنظمة. دكتور رافع، واضح أنه القوى الأعنف من الميليشيات التي خسرت كثيرا في الانتخابات المحسوبة على إيران الآن في حالة تصادم وتنافر، اتهامات للبعثة الدولية للمجتمع الدولي بالتآمر عليها بإخسارها لعدد من المقاعد. مثل هذه الاتهامات أو هذا التنافر بين هذه الميليشيات المحسوبة على إيران وهذه القوى الدولية، هل تعتقد أن له ثمة تداعيات على العملية السياسية والحفاظ عليها، أم أن العملية لا تعدو أن تكون مناورة أو تكتيك بين هذه القوى وبين هذه القوى الدولية؟ هو بالتأكيد هناك مناورة بين القوى المحلية، القوى الإقليمية والقوى الدولية والقوى الداخلية لجعل الموضوع يفهم بهذه الطريقة، أن هناك فعلا تهديدات وفعلا وكذا، لكن واقع الحال ربما يتلخص في سؤال أسأله هو وأجيب عنه ربما. يعني هو ثورة تشرين عندما خرجت، هل خرج ضد العملية السياسية أم ضد الحكومة القائمة؟ يعني هل هي الأزمة الآن في العراق مثل ما يريد أن يقنعنا المجتمع الدولي وتقنعنا القوى الداخلية قوى العملية السياسية هي أزمة تشكيل حكومة أم أزمة بلد كامل؟ هي كارثة في بلد لحد الآن في إطار أنه مشكلة مع الحكومة وفساد وعدم خدمات، هم يتحدثون عن هذه القضية. والآن لدينا أزمة
أزمة حكومة، أزمة انتخابات وحكومة وتشكيل حكومة. الحقيقة ليس الموضوع بهذا الشكل. يعني إذا ما حلت الحكومة وشكلت الحكومة وجاءوا بهذه الأطراف، وبالتالي بالتالي هم سيتوافقون، سيعودون إلى التوافق ما بينهم. دعك من حكومة ما أعرف منه، حكومة وحدة وطنية ما أعرف، هذا الكذب سمعناه كثيراً. لأنه بالتالي هذه القوى المشتركة في العملية السياسية لكل منها حصة، والحصة يجب حتى لكي تشكل ما يسمونه القوة الأكبر أو ما أعرف منه الرقم الأكبر، يجب أن تتوافق مع الآخرين. وعندما تتوافق مع الآخرين لكل طرف مطالب ولديه حصة يجب أن يأخذها، بالتالي رجعنا إلى التوافق. ونفس القضية في العملية السياسية، الخلل بنيوي في الإطار في العملية السياسية بالذات. الناس خرجت ضد العملية السياسية، يعني تعرف أن العملية السياسية هي الأساس في الخراب، وليست عملية انتخابات وتزوير وما أعرف منه وبالاسخارت قالت وما أعرف منه وراحت زارة الخزعلي وطمنته وقالت له ما أعرف منه عطوة يوماً وطينا عطوة. هذا ضحك على الناس، محاولة لتسويق فكر آخر لإبعاد الناس عن التفكير بالقضية، والناس قافلة على قضيتها. الناس تعرف أن القضية اللي خرجوا منها، لذلك كانوا ينادون نريد وطن في ثورة تشرين، وهذه نقطة مهمة. وبالتالي هم يريدون وطن، والعملية السياسية هي المقصودة. هم يحاولون أن يدفعونا باتجاه أن القضية لا مو العملية السياسية، هناك حكومة وحكومة الشراكة الوطنية، وأكو توازنات إذا ما حققناها انتهت القضية. ليست القضية، وعلى المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أن يدرك أن القضية ليست هذه، ولا يمكن الضحك على الشعب العراقي والصدام قادم. دكتور نوري، إلى أي حد تعتقد أن ثورة تشرين والمقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات الحقيقة برهنت صدقية القول أو مقولة أن هناك انعداما كاملا، انعدام شعبي، انعدام ثقة طبعا شعبي بهذه العملية السياسية وقواها، كانت متوازنة أو مختلة، متوافقين أو متنافرين، منسجمين أو متصادمين؟ تقييم شعبي لهذه العملية، الثقة فقدت بالكامل، زيرو. نعم طبعا، شكرا لك استاذ ماجد. حقيقة أنا كان بودي أطلب من عندك أنه يعني تسمح لي أجاوب، ولو الدكتور يعني سأل وأجاب. نعم. وأحسن في إجابته أيضا. تفضل. الحقيقة أنه ثورة تشرين، واللي هي ثورة شعبية آزرها كل أطياف الشعب، الشباب عندما خرجوا تمت مؤازرتهم من قبل الناس بشكل عام، فهي ثورة وثورة كبيرة، وكان شعارها الأكبر هو نريد وطن. إذن هم لم يشعروا بوجود وطن، أين ذهب الوطن؟ العملية السياسية والقوى المتحكمة فيها هي التي أفقدت الوطن. بالتالي عدم الثقة ورفض القوى الشعبية، رفض الناس، انبسط أكثر، رفض الناس للعملية السياسية والقوى المتحكمة بها، هو كان ما تجلى من ثورة تشرين. وهذه يعني الحقيقة الثورة يعني هي اللي جعلت ما بعد المظاهرات يعني وتوقفها، هي اللي جعلت الجمهور يقاطع الانتخابات. يعني أكبر دليل على أنه ثورة تشرين ما كانت ضد الحكومة، ما كانت تريد يعني يبدلون رئيس الوزراء بآخر. نعم. كانوا يردون تغيير العملية السياسية برمته، القوى السياسية الفاعلة والعملية السياسية المبنية على أساس المحاصصة هي من جعلت العراقيين يشعرون بأنهم فاقدون للوطن، بالتالي نريد وطن. يعني سؤال بسيط، نريد إجابة واقعية، يا ناس إحنا نريد وطن، وطننا مبيوك، هكذا كانوا يقولون ويتحدثون. إحنا شعرنا حقيقة يعني أناس نتابع حال الشباب اللي طلعوا، شعرنا بأنهم تحدثوا من داخلنا من أعماقنا، أيدناهم بقلوبنا وبأرواحنا بأنفسنا بعقولهم، يا ناس صدق إحنا ضايع وطننا نريد وطن. نعم. العملية السياسية برمتها هي ضيعت الوطن، ولا يمكن لهذه العملية السياسية الاستمرار والنجاح بضياع الوطن. دكتور خليني أسألك هذا السؤال اللي راح نسأله لكل الضيوف، يعني ذهاب القوى السياسية إلى المحاصصة الطائفية
إنعاش المحاصة الطائفية حتى وكان بعنوان إعادة التوازن للعملية السياسية، معناها أن هذا النظام يقدم نوعا من الوقود المجاني لموجة عارمة وقادمة من ثورة تشرين. هل تعتقد أن هذا الأمر دقيق؟ نعم، استمرار، أنا أقولها بدقة، استمرار هذه القوى السياسية على تمسكهم بنظام المحاصصة الطائفية وبهذه العملية السياسية بهذه الطريقة هي تعبئة شعبية مستقبلها ثورة عارمة ضد هذه العملية بالكامل. لا يمكن، الناس رفضت هذه القضية وبعد ما تقبلها وبعد ما تنخدع، يعني صعب أنه والله الأمم المتحدة مجلس الأمن بأي تاريخ مجلس أمن يصادق أو يقر انتخابات نزيهة في دولة معينة حتى يقرها بالعراق. هذا كله بعد ما راح ينفعهم حقيقة، استمرارهم بهذه الطريقة مقابلها تعبئة شعبية راح تسعى لإسقاطهم بالكامل ويخسرون كل شيء. أشكرك دكتور رافع. إصرار القوى العملية السياسية في سبيل الحفاظ على العملية السياسية على المحاصصة والتوازن وما إلى ذلك فعلا يقدم خدمة وقود مجاني لثورة يعني قادمة، وأن هذه القوة بهذا النهج إصرارها كمن يطلق الرصاص على نفسه، كمن يسكب البنزين على نفسه وهو محترق. بالتأكيد، لأنه استمرار هذه العملية السياسية بمعنى آخر استمرار الإحباط، تراكم الإحباط الشعبي، تراكم الإحباط عند الشعب، يعني رؤية الشعب أكثر، لأن أن الأمور ماضية إلى الخراب. أعنف ثورة تشرين أكثر وتيرة. بالتأكيد، أنت تسأل نفسك ربما أستاذ ماجد، وإحنا كنا نسأل نفسنا، هو الشعب ليش خرج؟ يعني شو يريد؟ يريد حياته، يريد مستقبله، يريد مستقبل أطفاله، يريد خدمات جيدة، يريد بلد مستقر، يريد أمان، يريد تعليم جيد، يريد صحة جيدة، يريد بلد مستقل، بلد محترم، يريد هوية جامعة. هذه كلها غير موجودة، هؤلاء لا يستطيعون أن يوفروها. العملية السياسية بكل معطياتها بكل ركائزها لا تستطيع أن توفر، لم تصمم لتوفير هذا، هي جاءت لتدمير العراق. فبالتالي استمرارها ما يعني زيادة الإحباط، زيادة الثورة، زيادة وقود الثورة، وبالتالي الصدام سيكون عنيفا. إذا كان ربما سلمي في المرة الماضية ربما سيكون أعنف. الشعب الآن ما عاد يستحمل، ما عاد يقبل أن تعطيه فرصة أخرى، أن يقبل أنه أولاده ينقتلون بالشوارع، أن يجرحون، أن الأمهات تخرج في الشوارع تطالب بدم أبنائها ولا أحد يجيبها. هذه الشعب بعد ما يقبل بها، نعم. ثوار مرة أخرى لن يقبلوا بهذه القضية، فبالتالي المواجهة ستكون عنيفة، والاستمرار هذه العملية السياسية فيه إشعال، يعني رفع ما يسمى بالقنبلة، رفع صمام الإمام، نعم. الأمان. حتى مع هذا بقاء هذا الاصطفاف الدولي والإقليمي خلف هذه العملية السياسية لن ينقذها. الاصطفاف الدولي والإقليمي لا يستطيع أن يقدم للعراقيين ما يريدونه، يعني هو لا يستطيع، هو يريد مصالحه أن تستمر هذه العملية السياسية. استمرار هذه العملية السياسية يجب أن تقدم للشعب، حتى يقتنع الشعب يجب أن تقدم للشعب شيء. لا تستطيع هذه العملية السياسية لأنه مصممة لا تقدم شيئا، فكيف يمكن؟ إذن يجب إنهاء هذه العملية وبناء عملية أخرى. إذا ما أردت أن تبني عملية أخرى تعطي للشعب أشياء اللي يريدها، إذا أنت بنيت عملية وطنية، كل هؤلاء الذين في العملية السياسية سيذهبون إلى المحاكم وسيحاكمون وسيحاسبون على ما فعلوه طوال 18 سنة. فبالتالي هناك صدام قادم، والصدام هذا القادم لن يكون مثل ما قلت مثل السابق، سيكون عنيف وربما أعنف وبطريقة غير متوقعة، ويعني نسأل الله السلامة للعراق والعراقيين. دكتور ثامر، هناك من يقول الحقيقة فيها فائدة للقضية الوطنية العراقية للثورة، أن هذه القوى تمضي بهذا الاتجاه المحاصصة الطائفية والعرقية وما يسمى بالتوازن السياسي، لأنها بذلك تقدم مادة للثورة من جديد، لثورة تشرين، الثورة القادمة، الحل في العراق هو بثورة. هؤلاء الحقيقة إنما يقدمون وقود للثورة ستكون أكثر زخماً مما كانت عليه في عام 2019. القوى الوطنية ترى هكذا؟ بلا شك،
بلا شك أخي الكريم. أولا عندما الأسباب كلها لإعادة ثورة من جديد أو ثورة عارمة من جديد في العراق كلها موجودة، كل الأسباب التي يعاني منها العراقيون جميعا موجودة، وهذه بطبيعة الحال ستجر الأمور إلى أن يخرج الشعب العراقي بثورة عارمة. ومثال الذين رأيناهم على حدود بيلاروسيا، هم ذهبوا بقوارب الموت إلى هناك، فإذا هم الآن عندما يرجعون أو لا يسمح لهم أو لم يصلوا إلى مبتغاهم سيعودون للعراق، ماذا يفعلون؟ هم هربوا من الجحيم بقوارب الموت. هؤلاء لن يسكتوا، وهم جزء أو نماذج من الشعب العراقي ومعاناة العراقيين. إذن القوى الوطنية تقتنع وتؤمن بأن هناك ثورة عارمة بالعراق، لأن معطيات كل المعطيات تشير إلى ذلك، ولأن النظام السياسي الحالي هو مبني على نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، ولا حتى هذا النظام والأحزاب ليست مقتنعة حتى بالانتخابات ومخرجات الانتخابات، ولذلك انقلبوا عليها. ولكن لو رجعنا إلى كل انتخابات سابقة لو وجدنا أن النظام السياسي مصر على المحاصصة حتى لو كان مقتله في هذه المحاصصة. نعم، وهذا ما رأيناه، هم يسيرون بهذا الطريق. ويعني نرجع إلى الانتخابات، كل انتخابات سابقة سبقتها مآسي وسبقتها جرائم إبادة بحق العراقيين، منذ حرب الفلوجة الأولى والثانية، ثم حكومة الجعفري والإبادة الجماعية التي يعني سار بها والتطهير الطائفي، ثم حكومة المالكي على أساس أنها جاءت لتنقذ العراقيين، ثم عانى منها العراقيون الويلات، ثم حكومة المالكي الولاية الثانية وكيف تسببت بضياع العراق وخراب المدن كلها، ثم ثورة تشرين، وأخيرا هذه الانتخابات التي انقلب عليها أصحابها. شكرا للدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية. كما أشكر ضيفنا الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وضيفنا عبر سكايب أيضا أستاذ الإعلام والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان، الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في المحاولات الداخلية للقوى السياسية والميليشيات والقوى الدولية الحفاظ على العملية السياسية وإنعاشها وإدامتها من جديد. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.